العربية التي سكنها عدد من القبائل الكنعانية. زرت القدس وطبارية فوجدت فيها معالم أثرية. زرت مسجدي الأقصى، زرت مسجدي الأقصى ورأيت القبة الذهبية. زرت الخليل، زرت الخليل ويافا ورأيت الأماكن الدينية. رأيت المتاحف الإسلامية والحضارات العربية. رأيت القصور الأموية وبرج الرملة الفلسطينية ودير قرنطل، ودير قرنطل في أريحة. رأيت الأماكن المسيحية، فها هي كنيسة المهد في بيت لحم العربية، وكنيسة البشارة في الناصرة الإسلامية. أيتها الصهيونية، أيتها الصهيونية، ها قد رأيت منارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة الذهبية وبرج الرملة العربية والأماكن الدينية والحضارية. هل هذه أملاكك الإسرائيلية؟ هل هذه أملاكك الإسرائيلية؟ ستبقى فلسطين حضارة عربية وستبقى أمة إسلامية ولو طالت أقوالك بأنها أرض إسرائيلية.